بيبي انا هطلب دليفري، عايز تاكل ايه؟ دليفري تاني؟ احنا بقى مش هنخلص من اكل الدليفري ده، يا بطني وجعتني. طب امال عايز تاكل ايه؟ انا عايز اكل حاجه من الناس اللي بتاكلها دي، ممبار، محاشي، اي حاجه. بس كده؟ انا ايه؟ انت بتعملي ايه؟ ما هطلب دليفري برضه تاني؟ امال انت فاكرني هدخل اعمل لك الاكل ده دلوقتي؟ مين اللي بيكلمك دلوقتي؟ يا رايا. الو، في ايه يا رامالك؟ يعني ايه بتولادي؟ ده مش معادك. طب ومازن فين؟ قفل تليفونه؟ طب لا 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 حبيبتي، لا ما تقلقيش انا جايه لك دلوقتي حالا. طيب باي باي يا حبيبتي، باي، يا رب تولد. ربنا يقومها بالسلامه ان شاء الله. يعني ايه انت مش جاي معايا ولا ايه؟ لا ما ينفعش اجي معاكي طبعا، روحي لها انت، مش هينفع ابقى موجود في موقف زي ده، واحده بتولد، اروح انا اعمل ايه؟ مش فاهم. يبقى معانا راجل. خلاص هكلم ابوكي، هو اللي المفروض يبقى يروح معاك عشان يرى يعني تبقى واخد راحتها. ماشي يا معتز. هكلم حسن السواق يجهز العربيه ويجي معاك. يعني هي هترتاح مع حسن مش هترتاح معاك؟ وفيها ايه يا حبيبتي؟ السواق مش هيطلع معاكي فوق، هيفضل مستنيكي في العربيه. الحق عليا ان انا خايف عليكي تسوقي وانت في حالتك دي. ميرسي يا معتز، ميرسي 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 ميرسي. هيبقى طمنيني عليكي اول ما توصلي. ماشي ماشي ماشي. خارجين كده ليه؟ ربنا يستر يا رب. خير يا مجدي؟ الحالة صعبة يا فندم ومحتاجين توقيع مستر مازن. يعني ايه الكلام ده؟ هي مالها يارا؟ مدام يارا حالتها خطيرة واحتمال نضحي بالجنين. ايه؟ تضحي بالجنين؟ ده حفيدي يا مجدي، حفيدي، فاهم يعني ايه حفيدي؟ ايوه يا فندم عارف، والله يا فندم بنعمل كل اللي ربنا قدرنا عليه. اتصرف يا مجدي اتصرف. حاضر يا فندم، بس بعد اذنك محتاجين توقيع مستر مازن. يا سيدي انا هوقع لك، وبعدين هم مش عارفين دي تبقى مين. لا لا يا فندم عارفين عارفين، انا كمان قلت لهم اعملوا اللازم على مسؤوليتي، بس ارجوك شوف لنا مستر مازن فين. يا سيدي انا هشوفه، المهم مجدي ده حفيدي، افهم حفيدي. حاضر يا فندم حاضر، بعد اذنك. هنلاقيه فين ده دلوقتي؟